انا طلع حج. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ عارفه اني لسه بفكر فيكي بعد كل السنين دي. ما تقوليش ان انت هتدخلي تقعدي معانا بالطرحه دي. بتستعرني مني؟ طب هاتي فلوس وانت مش هتشوفي خلقتي تاني. البني ادم ده رمة. يا ريت كل المشاكل اللي في الدنيا زي مشكلتك. شويه فلوس وفي الاخر هتتحل. اكيد يعني مش بعد 19 سنه وبدون مناسبه بقى تصفي حسابك معايا غدا. بامانه كنت بتكسبي زمان اكتر ولا دلوقتي؟ انت عايزه تمشي كل حاجه على كفك كده من غير ما تتعوري؟ انت فاكره نفسك تايبه وحاجه بجد ولا ايه؟ هتفضلي زي ما انت ويمكن ازبل كمان. مان. انا في مشكله كبيره على فكره وتعبانه قوي. المشكله ان انا مش قادر انسى نظره تانيه وهي بتموت. انا هرجعها حافيه وبقشفها زي ما كانت. انت واهلك بتاكلوا بالحلال بسبب مين؟ لو كنت خلصتي عشان انا مش سامع. غدا هو انت عايزاني اسلفك المبلغ؟ انت خدت بيتي انا هطلق بسببك. ايه مش شغوري؟ انا المفروض طالعه حج بس مش ثابته.